واحد بيتكلم بيقول شجرة التين التي لعنها السيد المسيح. ربما شجرة التين دي تفكرنا بخطية آدم وحواء لما غطوا نفسهم بأوراق التين بعد ما حسوا انهم عريانين. واحد بيقول لي ماذا قال السيد المسيح وهو على الصليب؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ولم يقل بسلطانه الخاص مغفور لكم خطاياكم. هو كان على الصليب بيمثل حمل خطايا الناس مش مغفرة خطايا الناس، كان بيمثل دفع ثمن خطايا الناس. فلما دفع ثمن الخطايا وهو على الصليب قال للعدل الإلهي اغفر لهم.